اللعبة لازم يكون على قدر المسؤولية. نمرة واحد، الفكر نفسه. الفكر نفسه ان انت تفكر فكر مختلف شوية بقى، يعني مختلف عن الحاجات التقليدية او الحاجات العادية، فلازم تكون تفكير يناسب الاحداث ويناسب الطموح ويناسب الاهداف اللي انت عايزها. ده في المجمل النهاردة في الثلاث مباريات، يعني في الاسبوع ال 14 النهاردة حرس الحدود وقيادة لكابتن طارق العشري يتفوق على نفسه والكيمياء راكبة، و الراجل من ساعة ما جه بيحقق نتائج كبيرة جدا. يكفي ان انا اقول لكم لحد الدقيقة 76 ببنالتي، مش بنالتي خالص، كان متفوق على الزمالك وكان ممكن يكسب الزمالك. وحتى بعد البنالتي بتاع طارق سامي، وانا قلت لكم انا اعتذرت لنفسي بسبب طارق سامي، لكن في النهاية يعني كان امام عاشور كان ممكن يعني كده كويس؟ كده لمس كويس؟ انا طالع في الصوره ماشي. فبالتالي حتى امام عاشور لما ضيع فرصه كان ممكن يكسب في اخر ثانيه اللي اتردت ومحمود كهربا جاب جول. فطارق العشري مقدم اسابيع هايله جدا، النهارده بيكسب الاسماعيلي، واللقاء الثاني ولاد العم تعادل سلبي، واللقاء الثالث وادي دجله والمصري تعادل ايجابي 1-1 تحت صفاره جهاد جريشه. طيب هيكون معانا النهارده في نجومنا في التحليل في الجزء الثاني كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ابراهيم عبد الصمد، وكابتن ماهر همام. هنتكلم على الايجابيات في الفتره الجايه الخاصه بالنادي الاهلي، وبدايه يمشي فيها الاهلي ازاي، وكمان هنتكلم على مباريات الاسبوع ال 14 اللي فعالياتها النهارده اشتغلت. هكمل لحضراتكم الجزء اللي احنا بداناه امبارح، وخلاص انت لازم تفكر في بكره، ولازم تفكر في الاسابيع اللي جايه، ولازم تفكر في المشوار اللي جاي. خلاص انتهت بطوله، خلصت بطوله، كنا على امل ومستنيين، وفي حاله من الحزن طبعا او حاله من الزعل كبيره جدا جدا موجوده، لكن في النهايه اللي حصل حصل، واللي يعني عنده شغل ما عندوش وقت يعيط، زي ما قلت كده امبارح، كل واحد عنده شغل مستمر ومؤثر وايجابي، ما عندوش وقت بقى ان هو يقعد يتكلم في امبارح، يعني يقعد يتكلم في امبارح والكوره ومن غطى ومن ما غطاش، وفين الروح وفين الاصرار، والراجل كان المفروض يلعب ب 4-4-2، والراجل كان المفروض يلعب ب 3-4-3، والراجل يلعب ب 4-3-3، كل ده مش هيودي ولا ياخر، او هيقدم وهياخر، وكلام الناس لا بيقدم ولا بياخر، لكن كلام الناس الايجابي لا يقدم، كلام الناس الايجابي لا يقدم. وبرضه هرجع واقول حاجه مهمه جدا، كل واحد زي ما كان في 2005 فتره كانت صعبه على النادي الاهلي، بناء فريق واستقطاب عدد كبير جدا من النجوم اصحاب الخبره والاصحاب الشخصيات اللي تناسب الاهلي مع العدد اللي موجود اساسا من المتميزين والمؤثرين، مع رجوع بعض الاصابات، تعمل فرقه زي الفل جميله جدا، وخصوصا الموسم ده الاستثنائي، ده موسم استثنائي بكل المقاييس. عندك بطوله افريقيه لاول مره من ساعه ما شاركت فيها سنه 76 لحد دلوقتي تنتهي في 5 شهور، تبدا في ديسمبر وتنتهي في مايو، وعندك قائمه افريقيه اخرها يوم الخميس الجاي. النهارده كام؟ النهارده 11، مظبوط كده، يعني بعد 4 ايام، النهارده الحد، يوم الخميس الجاي لازم الساعه 12 بالليل تبقى على السيستم حاطط قائمتك الافريقيه، هتحطها 23 ده الحد الادنى، وممكن تحط 24، ممكن تحط 25، ممكن تحط 26، حسابات عند الجهاز الفني ولجنه الكره للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، بالتاكيد حسابات يعني لابد من دراستها جيدا، لان انت هتتكلم في 23 واحد ومطالب ان انت في يناير تضيف ناس او ما تضيفش ناس، لكن بعد كده مش هتعرف تضيف حد تاني، مش زي كل سنه تستنى حد الصيف وبعد كده يبقى فيه تدعيم مختلف، البطوله مكمله، لا البطوله مش مكمله. طيب دي ادوار في الحسابات، وذهنيا مرهقه جدا، ذهنيا مرهقه جدا، بغض النظر بقى يعني ناس كتير جدا ما تشوفش ان الاهلي وصوله للمباراه النهائيه ده كان كويس، يعني وصول الاهلي لمنصات التتويج مع غيابات كان بيعاني منها الاهلي، او اصابات او ايقافات من الاتحاد الافريقي بالقرارات بتاعته اللي هي خدها بعد اللقاء الاول، والبيان اللي كان قبل المباراه ب 24 ساعه، والحاجات اللي هي ما شابه ذلك، لكن في النهايه انت خسرت اللقب، وبالتالي خسارتك للقب يعني بتخليك في فتره من الفترات تعيد الحسابات من جديد، او تعيد حساباتك مره تانية. طيب الادوار ايه؟ في ادوار بتبقى ادوار شخصيه، وفي ادوار لازم تكون عمليه او جمعيه، اسف، وكله عملي بقى، يعني كل عملي.
في حاجات عند النادي الاهلي كويسه جدا من قديم الازل من موروثات، يعني ان هتلاقي اول ما تحس كده بتضييق الخناق على فرقه الكوره من خلال النتائج ولا حاجه، يجي دور مجموعه من اللعيبه الكبيره، مجموعه من اللعيبه المؤثره، ومش بالضروره يبقى كبار في السن لكن كبار في التاثير، عندهم تاثير في الفريق. يعني ما بين لاعب عنده امكانيات وقدرات عاليه جدا ومؤثر في الفريق، كمان شخصيته مؤثره، بيجي واحد يقوم عازم المجموعه ككل في بيته في مكان ولا حاجه، الحاجات دي بتبقى مهمه قوي 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 قوي. ان انت تبقى بتتكلم، يعني احنا في منتصف موسم، خلي بالكم كمان احنا في شهر 11 10 11، عشان تعمل اي حاجه جديده انت بتتكلم لسه في شهرين. طب الشهرين دول فيهم مباريات ولا ما فيهمش مباريات؟ فما ينفعش اصعب الامر على نفسي، ما ينفعش يبقى بفكر في حاجه والحزن ياخدني او الضيق ياخدني وبعدين الاقي نفسي حاجات بتبعد عني بتبعد عني بتبعد عني بتبعد عني. لما ابدا افوق من اللي انا فيه ده الاقي ان المسافه بقت بعيده جدا، بقى عدد كبير جدا من الكيلومترات بعيد عني، الناس سبقتني بكتير قوي، فابدا احارب من جديد. لا، انا يهمني جدا ان انا افضل قريب قوي 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 قوي، عشان لما اكتمل صفوفي او تكتمل صفوفي ابدا يبقى عندي القوه الضربه، عندي لعيبه مؤثره، عندي اصابات جايه او الناس راجعه من الاصابات وعندي تدعيم، يبقى بالتالي انت ما بتبعدش قوي. فعشان كده لازم الاطار او التفكير يبقى رايح في حاجات ثانيه، المباريات المؤجله بالنسبه لك، البطوله العربيه، بطوله افريقيا اللي جايه اللي هتبدا يوم 15 ديسمبر بالنسبه لك، بعدها باسبوع هيبقى لقاء العوده، كل ده ما تقعدش تفكر في مباراه الترجي واحداثها ومحمد هاني ما غطاش، اصل سعد سمير ايه، اصل محمد الشناوي ما اتكلمش، اصل مش عارف مروان محسن كان ظهره للجول ايه، اصل مش عارف ايه، كل ده خلاص انتهى 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 خلاص. احنا هنفكر في بكره عشان ما نصعبش دايما الامور علينا، ما نصعبش دايما الامور بالنسبه لنا وعلى لاعبتنا وعلى الفرقه، والضغوط تزيد. يعني من الحنكه والذكاء دايما ان انت تقلل الضغوط عليك دايما، ولو ما قدرتش تفرضها على المنافس او تديها على المنافس من خلال ادائك او نتائجك او تصريحاتك من خلال كل ده، يبقى على الاقل تحافظ على الحته الدوافع الداخليه اللي عندك، يعني تكسبها هتبقى في السماء. ويجي دور برضو اللعيبه الكبيره، اللعيبه الكبيره المؤثره اللي عندها تاريخ، اللي هي مرت بظروف زي كده واصعب من كده واصعب من كده. احنا في 2007 خسرنا اللقب الافريقي هنا في استاد القاهره، وكانت النتيجه 3-1 قدام النجم الساحلي، لكن بعديها على طول بعديها على طول عفرت وجاهدت وخدت الدوري، ومش عارف خدنا الكاس ساعتها ولا لا، لكن بعد كده شاركت في كاس في البطوله الافريقيه وخدتها، و في 2008 على حساب القطن الكاميروني، ووصلت كاس العالم للانديه وعملت نتائج زي الفل. فابدا من حيث انتهيت، خلاص ابدا، ما تعيش بقى في النهايه فتره طويله. ادوار لازم تتعمل، جهاز فني ولاعبين وحتى المصابين، حتى المصاب اللي هو يعني بدل ما هيبقى بالنسبه له بياخد اسبوعين ثلاثه ولا حاجه، يعني يشتغل بشكل كويس، بدل الجلسه تبقى جلستين، بدل التمرين ممكن تبقى تمرينتين في اطار المسموح طبيا، في اطار المسموح طبيا. الروح دي انا مقتنع بيها تماما، حد يختلف معايا حد يتفق معايا، لكن انا مقتنع بده، مقتنع دايما ان في روح في اي حاجه، في اي حاجه، حتى في البرامج الرياضيه، حتى في الحياه العاديه فيها حاجه فيها روح فتحس بحلاوتها، لكن الحاجه الصلبه كده اللي هي ما يعلم بها الا ربنا، ويعني حاجه انت ما تصدقنيش وانت بكلمك، لازم اكون مقنع بالنسبه لك، وانت كمان عندك احساس داخلي ان انت بتصدق اللي قدامك، بتصدق كلامه، وسلام بقى لو كانت مرتبطه بمواقف. كل دي ادوار، اتكلمنا على دور الجماهير امبارح ومسانده الفريق، وعلى الحلوه والمره، والمره قبل الحلوه، والمسانده اللي جايه اللي الاهلي محتاجها جدا 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 جدا، من هنا لفتره طويله، وهي محتاجه على طول، المسانده الجماهيريه محتاجه على طول. بعد كده الجهاز واللعيبه قاعده بقى مع بعض، قاعده فيها يعني كلام مفتوح، كل واحد يقول اللي هو عايزه، كل واحد يقول اللي ليه، كل واحد يقول في الصالح العام، محدش يخبي حاجه، محدش يخبي حاجه، من اصغر واحد لاكبر واحد، لا اتكلم في اللي جواك، واتكلم اللي انت شايفه. وانا من الشخصيات او من الناس اللي لو حد قال لي ملحوظه، لو حد قال لي ملحوظه حتى فيا انا شخصيا، يعني حتى فيا انا شخصيا قال لي ملحوظه وتكررت الملحوظه ديت، لازم اقف عندها، ما ينفعش تكابر. يعني واحد بيقول لك مثلا يعني حاجه في اسلوبك او حاجه في شخصك، وبعد ما مشيت بيوم ولا اتنين واحد كرر لك الملحوظه ديت، اذا في حاجه الناس واخده بالها والناس مركزه فيها والناس شايفاها، فما ينفعش انت تكابر، ما ينفعش تقول لي لا دول مش فاهمين حاجه. لا، يعني الملحوظه اتكررت
فاذا كذا واحد خد باله منها فيبقى في حقيقه وفي حاجه بيستندوا ليها، فما ينفعش انت تكابر، بص فيها. فكل واحد في المنظومه كلها عنده حاجه، شايف حاجه، اقتراح، سؤال، مساعده، استفسار ولا حاجه، الدنيا تبقى ماشيه بشكل كويس. طيب ده جزء كان مهم جدا نبدا بيه. هطلع فاصل وبعد كده هرجع اتكلم في نقطه مهمه جدا، يعني برضو هتبقى خاصه في الاطار الفتره اللي جايه اللي هيبداها الاهلي يوم 22. معرفش مباراه مصر والامارات اتاكدوا لي، انا سمعت انها اتاجلت او اتلغت، مباراه مصر والامارات اللي كانت هتقام يوم 20، هل هي اتاجلت ولا لا؟ يبقى الاهلي بعد مباراه مصر وتونس اللي هتقام يوم الجمعه الجايه ان شاء الرحمن، كل التوفيق لمنتخب مصر باذن الله، هيبقى هيروح على طول على الامارات. السفر اتحدد له تقريبا يوم 20، هل هي اتاجلت؟ اتلغت رسميا. طيب كويس، اتلغت رسميا، فبالتالي يبقى الاهلي بعد مباراه مصر وتونس هيبقى في فتره مهمه جدا بالنسبه له، 6 ايام يتجمع فيها اللعيبه وتتجمع فيها كل الناس المشاركه، سواء كانت في المنتخب الاول، هيبقى المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، فبالتالي في دي فتره كويسه مش قليله، حلوه جميله، 5 6 ايام حلو نتجمع مع بعض ونتمرن بشكل ايجابي جدا، وما نبصش غير على حاجه واحده بس، هو الفوز او الصعود من الامارات على حساب الوصل الاماراتي. النتيجه اللي في مصر تتنسي خالص، واكننا رايحين نلعب مباراه نهائيه، مباراه حلوه جدا. وبرضه هرجع واقول احنا دايما في حياتنا بنشتغل حسابات العقل والقلب، يعني دايما حماسي جدا بقلبك واصرارك وعزيمتك، لكن في عقل بيفكر، في عقل بيفكر من حاجات كتير، يعني انت ما بتبصش لحاجه واحده بس، عندك في النادي الاهلي 70 مليون حاجه، 70 مليون حاجه، تظبيطات في مواعيد، في جدول، في لعيبه مصابه، كل حاجه ديت بتبقى قدامك، فبتطرحها وبتدرسها وبتناقشها عشان في الاخر ما تتصدمش او تفاجئ بحاجه انت ما كنتش مركز فيها ولا حاجه بعيده، بس ليها اثر في اللي انت ماشي فيه، فتزود بالنسبه لك يعني الضغوط عليك. انا متاكد ان شاء الرحمن ان الفتره اللي احنا فيها نهايتها احسن كتير جدا من بدايتها، الفتره اللي احنا فيها النهايه احسن كتير جدا من البدايه، عناصر هتبقى موجوده وان شاء الرحمن تبقى ملتحقه بالفريق في الفتره اللي جايه، لكن مهم ان احنا نفكر النهارده، لان احنا النهارده بنتكلم في طقوس او بلاش طقوس، بقوانين مش هتخلينا نتكلم غير في الاطار اللي احنا فيه، فبالتالي ازاي نستفاد او نطلع باكبر الاستفاده في المرحله اللي احنا فيها. فاصل وهنكمل حوارنا في الموضوع ده الخاص جدا، في الجزء الثاني طبعا هيبقى كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن ماهر همام.